أهلا وسهلا بالأحباء الكرام، أهلا وسهلا بكل متتبعيني. ديما بغيت نشارك مع الإخوة والأخوات وصفة من وصفاتي، اللي هي كتكون من مكونات جد بسيطة ومتوفرة في كل بيت، يعني جد سهلة ولكن فعالة فعالة، وهي مجربة وفعالة الحمد لله، يعني تعطي نتيجة لأنني أستعملها. نحاول ناخد هذا الزيتون، ناخد النواة ديال هذا الزيتون، ناكله زين ونحتفظ بالنواة ديالو اللي هو العظم، عظم الزيتون. لكن أوريكم يعني هذا الزيتون اللي هو يستوي في الشمس، يعني ما تاخدوش الزيتون اللي يكون مرقد في الماء، لان يعني هذا كيكون العظم ديالو ما بقاش فيه الزيت. هذا العظم ديال هذا الزيتون يكون يعني استوى في الشمس، تحت الشمس، يعني الناس ضعوا في اكياس وتحطوا في الشمس بدون ماء، ولهذا الزيت العظم اللي هو النواة يشرب هذاك، يشرب هذاك الزيت ديال زيت الزيتونة، لأن العظم يصير فيه منافع كثيرة. وناخذ كذلك النواة ديال نواة التمر، اللي هو العظم ديال التمر، انا كنوريكم يعني تشوفوا هاد الزيتون، يعني نوري لكم يعني باش تأكدوا مزيان، يعني ما تاخدوش اي زيتون، يعني بالضروري من الضروري تاخدوا هذا الزيتون، هذا النوع من الزيتون، وموجود في كل مكان وفي كل بلد هذا الزيتون، يعني من الضروري ان تاخدوا هذا الزيتون ولا تاخدوا اي نوع اخر. هذا هو النواة ديال العظم ديال الزيتون. وناخد عظم التمر، يعني ما شاء الله تخلي الشعر يصير قوي. هذا عظم التمر، انا خديت هنا عظم التمر، يعني الوصفة جد بسيطة وسهلة، والمكونات ديالها يعني متواجدة بكل بيت، يعني انا متوفرة في كل بيت، يعني سهلة وبسيطة رغم ان لها منافع كبيرة. حاولوا ما امكن يعني تاخذوا هذا الزيتون تاكلوه وتحتفظوا بالعظام، وتاكلوا التمر تحتفظوا حتى هما بالعظام ديال التمر. المهم هنايا غتحاولوا ملي تحرقوه، المهم تقادوه وتصاوبوه. انا غادي نكمل معاكم الطريقه ديال يعني ديال الوصفه. تحاولوا يعني مثلا اليوم تبغيو تمشوا للحمام، يوم غد تستعملوها بالليل، تبات في الشعر، وممكن توضعوها في الصباح وتبقى حتى الليل، يعني اذا كنتو يعني الناس تبغي يعني تاخد حمام بالليل، او ما عندكش مشكلة تبات تضل حتى يوم او يومين او 3 ايام في الشهر، ما عندك حتى شي اشكال، لان جد نافعة وليست مضرة بالشعر ابدا، ليست مضرة بالشعر ابدا، لان المكونات ديالها واضحة، جد واضحة انها صحية. كل ما انا اقول يعني الخارج ديالها نحتفظ بالنواة اللي هو عظام هاد المكونين، راهم جد نافعين لا نرميهم. انا هذه الوصفة استعملها، هي ان يستعملوها لشعري دائما، والحمد لله عندي نتيجة جد إيجابية، شعري ما يتساقط، رغم انني استعمله صبا يعني الوان استعمل له يعني صباغة، شعري ما يتساقط، ولا الشعر مكسر ولا شيء، يعني بفضل هذه الوصفة الرائعة يعني شعري غير يعني لا يسقط وليست عليه أي أضرار، الحمد لله.
أتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديال الناس التي قلبوا على الوصفات ديال الشعر. هذه وصفة جد سهلة ولكن راه عندها منفعة كبيرة جدا على الشعر. مهم على فكرة، فقط للتوضيح، أن هاد عدم ديال الزيتون والعدم ديال التمر، راه الناس اللي كيصاوبوا الكحلة كيوضعوه في ال كيخلطوه مع الكحول اللي كتعمل في العيون، لان انا شوف الناس يستعملوا في الكحلة. وما كتشوفوه هو على النار، نار هادئة، يبدأ كيجف. تحاولوا ديروه على شي مكان ديال فيه النار، يكون بعيدة من المطبخ لأنه يطلق الدخان. إما هاد الوصفة راها جد رائعة، أنا كنستعملها، يعني أنا استعملها دائما الحمد لله. راه ما فيه يعني هي تجي مع الشعر، يعني تليق بش اي نوع من الشعر، تليق به، يعني لا نستني اي نوع من انواع الشعر، مثلا يعني الشعر الجاف ولا الشعر يعني الغير جاف. المهم هذه الوصفة تمشي مع جميع انواع الشعر، حتى انها يعني تحارب التساقط وتحارب التكسر ديال الشعر، يعني اللي يتكسر، يعني هاد الوصفة ما تخليش الشعر يتكسر. المهم المقياس ديال هادي غتحاولوا تاخدوا تقريبا في كل يعني ملعقة، يعني ديروا ملعقتين زيت زيتون، وعينكم ميزانكم، يعني راه نتوما عارفين، يعني الناس راه عارفين كيفاش كيخلطوا الزيت مع بهاد الاعشاب، بعض الاعشاب، و تيخلطوا تيدلكوا بها الفروه ديال الراس. هانتوما كتشوفوا تحرق، هذا هو القياس ديالو. شو كيتحرق من فوق النار، ومن بعد كنقوم بالدق ديالو، يعني بالطحن ديالو، دقيه جيدا، طحنوه ونتم الغربله ديالو، ونضيف له زيت زيتون، ونحتفظ به في اناء من الزجاج، قنينه صغيره، ونبقى يعني نستعمله، يعني هو ما يخسرش، يبقى يعني جد جيد. يعني لما يعني انسان يبغي تمشي للحمام، تحاولي توضعيه يوم او يومين قبل الحمام. يلا اخواتي اخواتي، نتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. ما تنسوناش من الاشتراك والدعم ديالكم باش نزيدوا الى الامام ان شاء الله. وجزاكم كل خير، جزاك كل متتبعيني وكل الناس الجدد اللي انضموا للقناه ديالي. كنقول لكم مرحبا بكم، مليون ملايين مرحبا، وشكرا لكم للجميع، وبالتوفيق للكل ان شاء الله. وإلى الملتقى في فيديو قادم بحول الله.